يتم اليوم تنظيم محاضرة في موضوع الفن والمدينة، تم إلقاها من طرف السيد أحمد الفاسي في إطار الأيام الثقافية التي تنظمها الجمعية فام آر لأكادير. خلال هذا اللقاء تم إعداد مجموعة من المداخلات، وخاصة مداخلة السيد أحمد الفاسي الذي تطرق لموضوع الفن داخل المدينة. وعرفت هذه المحاضرة المشاركة مجموعة من الفنانين، مجموعة من المهندسين المعماريين، مجموعة من المدرسين داخل المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وكذلك مجموعة الطلبة الذين يدرسون بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير. الموضوع كان موضوع جد هام، حيث تطرق لإشكالية الفن داخل المدينة، الفن وموضوع التعمير، الفن وإشكالية الهوية. خلال هذا اللقاء مجموعة من التدخلات، مجموعة من المداخلات تطرقت لهذا الموضوع ودرست هذه الإشكالية بصفة عامة وكذلك بصفة خاصة، والدور الذي يمكن أن يلعبه المهندس المعماري في تطوير الفن داخل المدينة وفي إدماج الحس الفني في مجموع الإنتاج المعماري الذي يسهر على إعداده المهندس المعماري. من خلال هذه المحاضرة كانت كتهضر على الدور تاع الفن في المعمار وفي العمرة تاع المدن بشكل عام، قدرنا الآن نعرفوا بعد مجموعة تاع التدخلات سواء تاع السي أحمد الفاسي أو سواء تاع الأساتذة الكرام ديالنا وتدخلات تاع الطلبة، قدرنا نتفهموا أكثر بأن شنو هو الدور تاع المدى اللي يقدر يوصل ليه الفن في جعل الحياة في المدينة أكثر انفتاحا وأكثر حيوية. ومن خلال هذه المحاضرة أيضا قدرنا نعرفوا كيفاش قدرنا نتعرفوا على بعض النماذج، وخصوصا على بعض النماذج المغربية مثلا كمدينة أصيلة اللي قدرت أنها تدمج الفن في الحياة الحضرية بشكل عام. قدرنا لها اليوم اللي كانت من طرف سيد الفاسي الفنان التشكيلي المعروف بالمغرب، كانت جد مهمة لأن كانت كتطرق لمجموعة من المواضيع، وأهم المواضيع كانت الأهمية ديال الفن في الحياة اليومية وحتى في المعمار بصفة عامة، سواء معمار في خارج الوطن بحال كيف عطانا بزاف ديال ليزيكزومبل ديال دي فيل اوروبيان اللي متميزين بواحد التعدد في الفن وفي سورتو في الفن ديال الجداريات في لي فريسك وفي مجموعه من المميزات الفنيه، ودوا في على سورتو على 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 تاثير هذا الفن في الحياه اليوميه في المغرب. اعطى مجموعه ديال لي زيكزامبل ديال دي زارتيست ماروكان اللي طوروا مجموعه من المدن المغربيه.